بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا النهاردة من أهم وأسهل الدروس. درس النهاردة هو حل المعادلات الخطية بطريقة كرامر. المسألة هتيجي شكلها إيه وإزاي حلها، ده اللي إحنا هنعرفه دلوقتي. أول مثال عندي بيقول لي باستخدام طريقة كرامر أوجد مجموعة حل المعادلات. أول حاجة عندي مديني معادلتين، اتنين س زائد تلاتة ص تساوي 12، وخمسة س زائد ص تساوي 17. عندي معادلتين في متغيرين، عشان أجيب مجموعة حل المعادلات دي لازم أجيب أول حاجة اسمها الدلتا، وبعدين أجيب حاجة اسمها دلتا س، وبعدين أجيب حاجة اسمها دلتا ص. اول حاجه الدلتا دي هتساوي ايه؟ الدلتا دي هعمل محدد وهكتب في العمود الاول معاملات السين، وفي العمود الثاني معاملات الصاد. يبقى في العمود الاول معاملات السين، هشوف كده معاملات سين، معامل السين 2 يبقى هكتب له 2، معامل السين 5 يبقى هكتب له 5. ثاني عمود هكتب فيه معاملات الصاد، معاملات الصاد هنا 3 وهنا 1، يبقى 2 و5 و3 و1. احل المحدد ده، حل المحدد ده هيساوي 2 في 1 ب2 ناقص 3 في 5 ب15. 2 في 1 ناقص 3 في 5 او ناقص 5 في 3 هتساوي 2 ناقص 15، يعني هتساوي سالب 13. بعد كده عندي الدلتا س دي هجيبها ازاي؟ هشيل المعاملات الس اللي انا حطيتها في الدلتا واحط مكانها الحدود المطلقة، يعني هشيل الاثنين واحط مكانها ال12، وهشيل الخمسة واحط مكانها ال17. يبقى هشيل الاثنين واحط مكانها 12، واشيل الخمسة واحط مكانها 17، وانزل وانزل العمود التاني زي ما هو اللي هو فيه معامل الصاد، واحل المحدد. الاتناشر في واحد باتناشر ناقص 17 في 3 ب51 هتساوي 12 ناقص 51 هتساوي سالب 39. عايز اجيب دلتا ص هتساوي نفس الكلام اللي عملناه في السين. في السين قلنا هنشيل معاملات السين ونحط الحدود المطلقة، لا هنا هننزل اول عمود زي ما هو 2 و5، وهنشيل معاملات الصاد ونحط مكانها الحدود المطلقة. يبقى في الدلتا س شلنا معاملات السين وحطينا مكانها الحدود المطلقة، في الدلتا ص هنشيل معاملات الصاد ونحط مكانها الحدود المطلقة. يبقى هشيل التلاتة واحط مكانها 12، واشيل الواحد واحط مكانه 17، وحل المحدد. 2 في 17 ب34 ناقص 5 في 12 ب60، يبقى الدلتا ص هتساوي سالب 26. يبقى انا عندي دلوقتي الدلتا هتساوي سالب 13، والدلتا س بتساوي سالب 39، والدلتا ص هتساوي سالب 26. طب ما انا كده برضو ما جبتش السين والصاد، ازاي اجيب السين والصاد بقى؟ عايز اجيب السين. السين دي هجيبها ازاي؟ هقول لك ان السين هتساوي، اعمل شرط الكسر، السين هتساوي دلتا س على دلتا. طب الدلتا س احنا جبناها بكام؟ دلتا س جبناها بسالب 39. طب الدلتا بسالب 13، يبقى هنقول سالب مع سالب، و39 على 13 هتساوي 3. طب الصاد، الصاد هنجيبها ازاي؟ نفس الكلام بالظبط، الصاد هتساوي دلتا ص على دلتا. دلتا ص جبناها بكام؟ بسالب 26 على دلتا اللي هي سالب 13. سالب هيطير مع السالب، يبقى هتساوي 26 على 13 هتساوي 2. يبقى احنا كده جبنا السين هتساوي 3 والصاد هتساوي 2. السين هتساوي 3 والصاد هتساوي 2، ودي مجموعة حل المعادلة. تاني مثال عندي بيقول لي باستخدام طريقة كرامر أوجد مجموعة حل المعادلات الآتية. باستخدام طريقة كرامر أوجد مجموعة حل المعادلات الآتية. عندي أول محل أو أول معادلة عندي 2 س زائد 3 ص ناقص عين تساوي 11. تاني معادلة عندي 3 س ناقص 4 ص زائد 2 عين تساوي 3. اخر معادلة س
زائد صاد زائد عين تساوي 6. المثال اللي قبل كده كان معادلتين في مجهولين اتنين، هنا ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل. طب ازاي احل المسألة دي؟ تعالوا نشوف كده واحدة واحدة. اول حاجة عايز اجيب الدلتا، زي ما جبت الدلتا هناك قلنا الدلتا هتساوي معاملات السين في العمود الاول، يبقى 2 3 1، معاملات الصاد في العمود الثاني 3 وسالب 4 1، وهو 3 سالب 4 1، معاملات العين في اخر حاجة سالب 1 في العمود الثالث، يبقى -1 و2 و1. عايز افك المحدد ده، عندي اكتر من طريقة لان انا افك المحدد ده، ممكن استخدم صف او استخدم عمود او ممكن اطلع عمودين بره. اطلع اول عمود 2 3 1، تاني عمود 3 سالب 4 1، ان شاء الله الطريقة دي سهلة وهتعجبكم. يبقى انا طلعت اول عمودين، بعد كده هضرب 2 في سالب 4 في 1 زائد 3 في 2 في 1 زائد 1 في 3 في سالب 1. يبقى أول حاجة هضرب 2 في سالب 4 في 1، 2 في سالب 4 في سالب 8 في 1، يبقى -8 زائد 2 في 3 ب6 في 1 ب6، يبقى -6 -1 في 3 ناقص 3 ناقص، وافتح قوس وامشي العكس، وامشي العكس 3 في 3 في 1 و2 في 2 في 1 و1 في 4 في 1، يبقى 3 في 3 في 1، 3 في 3 ب9 في 1 ب9 زائد 2 في 2 ب4 في 1 ب4، يبقى -4 -1 في -4 ب4 في 1 ب4، يبقى -4، يبقى 9 زائد 4 زائد 4، يبقى عندي -8 زائد 6 ناقص 3، دي هتساوي -5 ناقص 9 زائد 4 زائد 4، يعني 9 زائد 8 يعني هتساوي 17، -5 ناقص 17 هيساوي -22، -22. طب انا عايز اجيب الدلتا، دلتا س دي هتساوي، هعمل المحدد، هشيل المعاملات السين واحط الحدود المطلقة. عندي معاملات سين 2 و3 و1، هشيلها واحط مكان الاتنين 11 ومكان التلاتة 3 ومكان الواحد هحط 6. يبقى هشيل الاتنين واحط مكانها 11، واشيل التلاتة واحط مكانها 3، واشيل الواحد واحط مكانه 6 اللي هي في الحد المطلق، وانزل الصادات زي ما هي، العمود التاني والعمود التالت. يبقى العمود التاني 3 وسالب 4 و1، والعمود التالت زي ما هو -1 و2 و1. اطلع اول عمودين بره 11 و3 و6 و3 وسالب 4 و1، ونفس اللي انا عملته هنا، هضرب 11 في سالب 4 في 1 و3 في 2 في 6 وسالب 1 في 3 في 1. اول حاجة 11 في سالب 4 في سالب 44 في 1، يبقى -44 زائد 2 في 3 ب6 في 6 ب36 زائد -1 في 3، يبقى -3 ناقص، وافتح قوس 3 في 3 ب9 في 1 ب9 زائد 2 في 11 ب22 في 1، يبقى 22 -1 في سالب 4 ب4 في 6، يبقى 24 -44 زائد 36 ناقص 3 دي هتساوي -11، و9 زائد 22 زائد 24 دي هتساوي 55، في سالب يبقى -55، يبقى -11 ناقص 55 هيساوي -66. عايز اجيب الدلتا ص، هتساوي نفس الكلام اللي عملناه في السين، هنزل السين زي ما هي، العمود الاول زي ما هو 2 و3 و1، واغير في العمود التاني بتاع الصادات، يبقى هشيل العمود التاني واحط مكانه الحدود المطلقة، يبقى هشيل 3 واحط 11، واشيل -4 واحط 3، واشيل 1 واحط 6، والعمود الاخير هينزل زي ما هو -1 و2 و1. طلع اول عمودين 2 3 1 11 3 6، واضرب 2 في 3 ب6 في 1 ب6 زائد 11 في 2 في 1 ب22 -1 في 3 في 6 -1 في 3 في سالب 3 في 6 بسالب 18 ناقص، وافتح قوس
تلاتة في حداشر في واحد، تلاتة في حداشر في واحد بتلاتة وتلاتين، تلاتة وتلاتين زائد اتنين في اتنين في ستة، اتنين في اتنين بأربعة في ستة بأربعة وعشرين، سالب واحد في تلاتة في واحد بسالب تلاتة. ستة زائد اتنين وعشرين ناقص تمنتاشر دي هتساوي عشرة، ناقص تلاتة وتلاتين زائد أربعة وعشرين ناقص تلاتة هتساوي أربعة وخمسين، يبقى عشرة ناقص أربعة وخمسين هتساوي سالب أربعة وأربعين. آخر حاجة عندي عايز أجيبها الدلتا عين، دلتا عين دي هتساوي إيه؟ هفتح هعمل المحدد وأنزل أول عمود زي ما هو اتنين تلاتة واحد، وأنزل تاني عمود زي ما هو تلاتة وسالب أربعة وواحد، وأغير العمود الأخير هشيل العمود الأخير وأحط مكانه الحدود المطلقة، يعني سالب واحد هحط مكانه حداشر، والاتنين هحط مكانها تلاتة، والواحد هحط مكانه الست، وأطلع أول عمودين عندي اتنين تلاتة واحد وتلاتة وسالب أربعة وواحد، يبقى هتساوي اتنين في سالب أربعة في ستة، اتنين في سالب أربعة في سالب تمانية في ستة بسالب تمانية وأربعين، تلاتة في تلاتة بتسعة في واحد يبقى زائد تسعة، حداشر في تلاتة في واحد يبقى تلاتة وتلاتين، ناقص وافتح قوس تلاتة في تلاتة بتسعة في ستة بأربعة وخمسين، زائد اتنين في تلاتة في واحد بستة، حداشر في سالب أربعة بسالب أربعة وأربعين في واحد يبقى سالب أربعة وأربعين، هتساوي سالب تمانية وأربعين زائد تسعة زائد تلاتة وتلاتين دي هتساوي سالب ستة، وسالب أربعة وخمسين زائد أربعة وخمسين زائد ستة ناقص أربعة وأربعين دي هتساوي ستاشر في سالب، يبقى سالب ستاشر، سالب ستة وسالب ستاشر يعني سالب اتنين وعشرين، سالب اتنين وعشرين. يبقى أنا كده لسه، بس أنا كده لحد دلوقتي لسه ما جبتش قيمة ولا السين ولا الصاد ولا العين، عايز أجيب قيمة السين وعايز أجيب قيمة الصاد وعايز أجيب قيمة العين. أول حاجة عايز أجيب قيمة السين، السين هتساوي دلتا سين على دلتا، يعني هتساوي كام؟ دلتا سين احنا قلنا بكام؟ دلتا سين بسالب ستة وستين، دلتا سين بسالب ستة وستين، يبقى سالب ستة وستين على الدلتا اللي احنا جايبينها بكام؟ الدلتا بسالب اتنين وعشرين، يبقى سالب ستة وستين على سالب اتنين وعشرين يعني هتساوي سالب، هتقول مع السالب ستة وستين على اتنين وعشرين فيها التلاتة. عايز اجيب الصاد هتساوي دلتا صاد على دلتا، يعني هتساوي كام؟ دلتا صاد جبناها بكام؟ بسالب أربعة وأربعين، يبقى سالب أربعة وأربعين على الدلتا اللي هي احنا قلنا بكام؟ بسالب اتنين وعشرين، يبقى هتساوي سالب أربعة وعشرين على سالب اتنين وعشرين، سالب مع سالب أربعة وأربعين على اتنين وعشرين فيها الاتنين. آخر حاجة عندي العين هتساوي دلتا عين على دلتا، يعني هتساوي الدلتا عين جبناها بكام؟ بسالب اتنين وعشرين، سالب اتنين وعشرين، والدلتا بسالب اتنين وعشرين، يبقى سالب اتنين وعشرين على سالب اتنين وعشرين، سالب اتنين وعشرين على سالب اتنين وعشرين يعني هتساوي سالب مع سالب اتنين وعشرين على اتنين وعشرين فيها الواحد، يبقى العين هتساوي واحد. يبقى انا كده جبت السين هتساوي تلاتة، والصاد هتساوي اتنين، والعين هتساوي واحد، سين هتساوي تلاتة وصاد هتساوي اتنين وعين هتساوي واحد، ودي مجموعة حل المعادلات اللي هو مديها لي. وبكده يكون انتهينا من درس النهاردة، يا رب يكون الشرح عجبكم، لو الشرح عجبكم استنوا في الفيديو الجاي، ولو ما عجبكوش استنوا في الفيديو الجاي وان شاء الله يعجبكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.